اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد في فيديو جديد. اليوم بسوي فيتوتشيني بالفطر، طلبتوها مني في الفيديوهات اللي راحت، فخلونا نجرب ونشوف تزبط معنا ولا لا. بسم الله. طيب اول شيء عندنا الفيتوتشيني، حاطينه ورا يجهز فيما احنا نسوي الخلطات الاساسيه اللي موجوده قدامنا. المقادير بخليها كلها في الوصف عشان اسهل عليك وسهل علي الحين، اساس نبدا حبه حبه ونخلص الامور. طيب اول شيء بنحط الزيت، بعد ما نحط الزيت نحط الفطر حقنا، نقول بسم الله، نحط الثوم المفروم، شوية فلفل، شوية ملح، وبنقعد نحرك الفطر لين هذا الفطر وش يصير فيه؟ يتحمر بشكل كامل. طيب الحين تشوفون الفطر اختلف لونه، تغير لونه، مائل على الذهبي. خلونا الحين نشيله ونحطه في صحن الحالة، نرجع نشغل النار، ولكن بحطها على اهدى درجه حراره. نبدا الخطوات الثانيه. اول شيء بنحط معانا الزبده على نفس التاوه، تلاحظون هي اساسا حاره فما ودي احرق الزبده، عشان كذا نخليها على اهدى نار. فبعد ما ذابت الزبده تماما نحط معها ملعقتين الدقيق، وبنخلط الدقيق بشكل كامل، نبغى كل شيء يكون مستعد للي بعده. طيب بعد ما خلطنا الدقيق والزبده نبدا الحين نحط الحليب اللي معنا، نقول بسم الله، ونكمل خلط كله على الهادي على الروقان. بنفس الوقت معنا جبنة البارميزان بنحطها، عندي شوية من الزعتر البري الطازج، ونكمل خلط لين يصير الخليط هذا نفسه اللي قدامنا ثقيل ونقدر نتفاهم معه ويصير كريمي، ونحط معه الأشياء الثانية اللي قاعد تستعد. عندنا الفطر جاهز، باقي الفيتوتشيني تخلص. بعد ما يثقل هذا كله تصير امورنا طيبه ان شاء الله. هذه المرحله الذهبيه، خلال هالمرحله ونحط الملح والفلفل الاسود. طبعا الوضع بالنظر، فانت شيك على وضاعك وذقها، شوف وضعك في السليم ولا لا، كل ان شاء الله انها مستتبه. الله، الريحه نفسها بدات تختلف تصير حلوه. خلونا نكمل على موالنا لين تبدا تثقل اثقل من كذا، يعني شوفوا الحين للحين مويه، فابغاها تصير مره ثقيله وكريميه. الزعتر البري هذا قاعد تصدمني، احس انه علاج للصدر، ما ادري، انا ما جاز لي كميه الفلفل ولا الملح، حاب ازودهم زياده. وانت تبدا تعدل على مزاجك لين تحس انك وصلت للمستوى اللي على مزاجك انت. شوف هو لعله صار فيه نطعة من الملح الحين، أفضل من قبل شوي، قبل شوي مرة خانس ما حسيت بشيء. بذوق مشروب مايه، ما أدري أنا تهورت بالفلفل الأسود ولا لا، بس صدق أنا ماني بحس بطعمه، هي قلبت لونها، بس أنا زعلان ماني بحس بطعم الفلفل بذيك الحدة. أيوه الحين صارت كريمة كريمة في النار. نبدأ نحط الفطر حقنا، نرجع نضيفها من جديد، نحرك. يلا تعتبر الحين وصلت الى درجة حلوة، فنبدأ نخلطهم. طيب والان بكل بساطة هذا هو الطبق حقنا، فخلونا نذوقه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هل انا كثرت فلفل وملح ولا ايش سويت؟ اللقمة الهنية، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا مع كل الفلفل والملح اللي حطيته اليوم اتوقع يمديك تحط زيادة. بالنسبة للفطر لو تقطعها اصغر او تخليها متقاربة اكثر بيكون افضل لك، لان الاحظ في شيء مرة لين صاير ومرة الدبية لا، اذا جيت تاكلها متكتلة، ولكن بشكل عام مرة لذيذة، مرة رهيبة وسهلة وبسيطة. فالله نقطتين الفلفل والملح وهذا شيء يرجع لك. النقطة الثانية تقطيع الفطر، أنا أخذت جاهز مقطع ما ألعب عليكم عشان أسهل على نفسي، ولكن أحجامها المختلفة الكبيرة والصغيرة ممكن أثرت عليها في مسألة التحمير، فممكن هذا الشيء الوحيد اللي بيفرق معك، غيره توب التوب، أنصحك تجربها.